السلام عليكم. بون، عندنا هذا باك 2019 مخطط فاست صح. بون، يعطيك مخطط فاست تجبد قدامك الرسمة هذه والرسمة هذه والطابل صح. وتجي تشوف هنايا عندك الوظائف، عندك حلول تكنولوجية. وخلنا هنا البيت باش نعمروهم. يعطيك حل ويقول لك اعطيني الوظيفة تاعو الحل، مادام يتسمى ان تطرح اشكال في راسك. تسمى مش حاب يقول يتسمى هذه الدافعة حلت لنا مشكلة من الحلول. هنا الوظائف، عندناش وظيفة، عندنا الحلول. تسمى هذه راح اعطينا الدافعة دافعة تسمى حلت لنا مشكلة. تطرحوا إشكال هنايا وش نديرو في الوظيفة، نكتبوه هنايا في راسنا وش تجي في بالنا تجي فينا واش دارت الوظيفة. خاصنا الوظيفة، عندنا الحلول الدافعة وش دارت هذه الدافعة وش دارت. نجو نشوفو هنايا، حوسو على الدافعة. هذيك الدافعة دافعة وش راهي دير. دافعة كي تخرج هنا، وهذه قراءة هنا كي تخرج تشوف هنايا، شوف هاي الدافعة كي تخرج ثبت القطعة هذه كي تخرج هنايا شغل تزيرها. يتسمى الوظيفة تاعها وشنو؟ تثبيت. وش دارت؟ ثبتت القطعة. ما هنا نكتبو تثبيت قطعة. صح، هنا نكتبو قلنا تثبيت قطعة. صح، نجو دوكا عندنا الوظيفة وعندنا الحلول. دوكا هنايا الوظيفة كاينة، صح، خصونا حلول. صح، السؤال اللي يجي في بالي ولا كيفاش نطرحوه، نقولو شكون دار زعما الوظيفة هذه، شكون دارها، شكون انا نكتبوها شكون دار. نطرحو إشكال شكون دار. حتى هنايا دوران أداة التفريز، نشوفو في الرسم تاعنا وراه أداة التفريز. هاي ليك أداة التفريز، هاي ليك أداة التفريز. وشكون راه يدور فيها؟ هنشوفو لقاو محرك أم أ ولا يدور الأداة التفريز. يتسمى لي دار الحل ولا لي لقالنا الحل هو محرك أم أ. محرك ايوه محرك ام ا. دونك نجو هنايا واش نطرحو اشكال، واش كنا نديرو، نقولو نطرحو اشكال في راسنا هكا شكون دار. مادام عندنا حل يتسمى هذا الحل حل لنا اشكال. هذا الحل واش دار، واش حل لنا الاشكال هذاك، وشنو هو اللي كان عندنا اللي حلو هذه الدافعة بي. هذه الدافعة بي واش دارت. احنا الوظيفة تاعها نطرحو إشكال، يمكن نلقاو الحل، نطرحو إشكال في الوظيفة. هنا نقولو الوظيفة تاع بي وشنو هي، واش دارت. نشوفو هي بي، نلقاو بلي بي لاصقة الطاولة هذه المنزلقة الأفقية، هاديك البي
هاي لك الدافع يا عبي، هاي لك هنا اللاصقة، كي تخرج طبع معها هذه، هاي لك الطاولة المنزلقة، هاي لك هاي لك لاصقة فيها هنا، ثم غير تخرج طبع معها هذه الطاولة المنزلقة الأفقية، ثم الوظيفة تاعها قلنا طبع شغل غير تخرج تقدم مع هذه الطابلة، شغل تقدمها للقدام، نكتبه تقدم طاولة، تقدم الطاولة. دوكا عندنا الوظيفة وخصنا الحل، دوك واش نطرحو إشكال زعما في راسنا، نقولو شكون اللي تقدر دير لنا الحل هذا، اللي هي إجلاء القطعة. حاب يقول زعما صاي كملنا من القطعة زعما نخرجوها، نجو نشوفو هنايا نلقاو باللي دافعة سي هي اللي تطبع القطعة وتروح تخرج صاي، هاي اللي كانت دافعة سي تطبع القطعة ومن بعد القطعة تخرج، يتسمى الحل هو الدافعة سي. هذه هي دوك، هذو ما استعملناهوش في هذا الاكزو، كاين من ذاك يعطي لك هنايا يقول لك زعما نقل الحركه من العمود هذا للعمود هذا، الوظيفه تعطي له الحلول تقول له زعما المثنى، هنا في هذا المثال ما عطالكش، خرجناه غير منه. هذه هي، والسلام عليكم.